بسم الله الرحمن الرحيم. التواصل والأنظمة الرمزية بالفلكي. أول حاجة لازمنا نفهم المفاهيم عنا هنا. التواصل اللي نقصد به التفاصل بين العباد، يعني التفاعل بين الذوات، ولا كما نسموه البين ذاتية بطريقة أخرى، أنك تتواصل مع إنسان يفهمك وتفهمه ويأثر فيك وتتأثر فيه. به نجو تاول الأنظمة الرمزية، يعني نجم نقوله أنظمة وإلا وسائل. الوسائل هذه اللي بها يتحقق التواصل مع الفرد وبين العباد. يعني نحن باش يتحقق معنا التواصل لازم فما حاجة تخليه يصير، والحاجة هذيك هي الوسائل وإلا الأنظمة. به تاو نشوفوا أكل حرف الواو بين كلمة التواصل وكلمة أنظمة رمزية. الواو هذيك تبين لنا العلاقة بينها مزوز، نسموها واو العلاقة. يعني شنو هي العلاقة بين التواصل وهالأنظمة هذه؟ الأنظمة نلقوها متعددة، مختلفة وقديمة وعصرية، كما اللغة، الصورة، الدين، الأسطورة وغيرها. الأنظمة هذه خلت الإنسان يحقق تواصله مع الآخر ومع ذاته زيادة، وتساهم في إثبات الوجود متاعه في العالم. خلينا تو نشوفوا كيفاش الإنسان هذا يحط هالوسائل هذه وقت اللي توجد في العالم ولقى روحه قدام الآخر. باش ركزوا على ثلاثة أنظمة اللي هما اللغة والصورة والدين. خلونا نسأل روحنا سؤال بسيط ساعة، واش هي أهمية النظر في علاقة الإنسان بالأنظمة الرمزية؟ خاطر الإنسان بعد ما يلقى روحه وسط عالم معبي بمخلوقات حية حيوانية وبشرية لازم يخلق حاجة تميزه على العالم الحيواني. كيف يلقى روحه قدام آخر مختلف عليه لازم يحاول أنه يفهمه ويتأثر به، والفهم والتأثر هذا ما هوش باش يتحقق من غير تواصل، والتواصل زاد بالطبيعة ما هوش باش يكون من غير أنظمة رمزية. هذاك علاش الإنسان والتواصل والأنظمة ثلاثة حاجات مربوطين ببعضهم. وباش يتحقق التواصل لازم الإنسان ينظر في الأنظمة هذه. زوز إشكاليات سهلين باش نتعرضوا لهم في المحور هذايا، اللي هما كيفاش الأنظمة الرمزية حققت التواصل، وكيفاش الأنظمة الرمزية ساهمت في إعاقة التواصل وتعميق الأزمة. خلونا نبدأ باللغة. نحكو في الأول كيفاش تأسس نظام اللغة هذايا. الإنسان كما نعرفه كان عايش وسط عالم حيواني واللي تو مازلنا، وهو يتجهز باش يخرج من العالم هذايا المعبي بالإشارات والأصوات اللي ما هيش مفهومة. كانت الغاية متاعو أنه يحط أسس التواصل يعبر بها على القدرة الإبداعية متاعو بطبيعة. ولهنا بدأت تتشكل الأصوات وبدأ يحط في العلامات وفق صياغ اعتباطية اقترنت العلامات هذه بالاتفاق اللي يفسر اختلاف الألسنة. هذايا بالطبيعة اللي خلى اللغة الإنسانية عندها نسق مكون من عدد صغير من الأصوات. باختصار الإنسان ما كانش يتكلم، كان يصدر في أصوات مش مفهومة وكهو. بعد بشوي زادوا حاجات أخرى على الأصوات هذيك ونسقوا فيها لين خرجنا بلغة إنسانية تميزنا على اللغة الحيوانية. هنا نفهموا أن اللغة على شرط اللي يخلي إنسانية الإنسان تتحقق وتكون ممكنة، ومن غيرها يكون الإنسان وحش ما عنده حتى معنى. واللغة هي شكل تعبيري يكشف عن الوجود بتاعنا للعباد كما صرح الزفت سارتر بهذا. وسقراط المصدق كيف قلقوا الصمت بتاع الآخر، عيط والله أعلم كيفاش عارفوا طه عيط، اتكلم حتى أعرف من أنت. حاب يقول لنا أن الإنسان وهو صامت لا مجال لمعرفة هو شكون، وكأن الوجود متاعه من غير حتى فايدة أصلا. يعني باللغة نفهم بعضنا، باللغة نثبت وجودنا، باللغة نعبر عن حالنا ونعطوا أفكارنا ونمسط مشاعرنا وأحاسيسنا للآخر. اللغة تحقق تواصلنا مع الآخر وزادة تخليه يفهمنا وتعاوننا باش نعيش في سلام، وبها الإنسان يلقى الأرضية الخصبة باش يتواصل مع ذاته. بيني فيست الله أعرف جسمه يقول يكون الأنا من يقول أنا. اللغة تلعب دور كبير في الاعتراف المتبادل بين الإنسان والآخر. وبما أن الآخر مجهول الغريب، والمجهول والغريب عادة ديما يكون يخوف
والخوف هذا النجم نتجاوزوه كان بالكلام والحوار، يعني الآخر هو عدو ومصدر الخوف مدامني ما تكلمتش معاه. هنا نفهم أن الكلام هو الخروج والانفتاح، والصمت هو عنف وأقصى. أما اللغة اليوم في وسط العدد الكثيف اللي نشوفوا فيه للوساطة، تحولت لأداة تزييف وزادت من اغتراب الإنسان على الذات متاعه، وولت عاجزة على أنها تعبر عن الدواخل متاعه، خاصة المشاعر متاعه والأحاسيس متاعه. ولين نبدو متقلقين وموجوعين كيف نتكلموا ونقول رانا لاباس، وكيف نوقفوا قدام إنسان ما نحملوش أن نوافقوه ونتبسمولو وما نعبروش على أن اللي نحسوه تجاهه، ولينا نضحكوا ونحن مخبين دمعة ونخرج الدمعة ونحن مخبين ضحكة. يعني اللغة تحجب علينا الحقيقة، ولت اعتقاداتنا فيها اعتقاداتنا في الوهم ذاته. اللغة ولت كاذبة، والغاية متاعها التمويه والمغاطة، وأكبر دليل هو خطابات السفسطائيين اللي بها اتضح لنا قديش اللغة قادرة على أنها تلعب بالمعاني وتهم السامع وتغلطه، ولت الوظيفة متاعها ممارسة الكذب. اللغة ولت مستعملة فقط لهدف استراتيجي، وأنها تمارس نوع من الإكراه البنيوي، يعني أنها تحط حدود للمتكلم ما نجمش يتجاوزها وهو يعبر بها. به الإنسان بعد ما أنشأ اللغة باش يتواصل بها بالطبيعة تخطى الرمز هذا، وحاول يطور الرموز ودخل التصويرة بشوي بشوي، ولت وسيط ديما موجود بيناتنا وبين أرواحنا، فهمتني؟ ولت عندها وظيفة رمزية تتجاوز أنها تكون مجرد ناقل للوقائع، ولت تهيمن على كل المشهد الإعلامي والإخباري، يعني وانت تلفت تلقى تتصور. وهذا اللي خلى العالم اليوم قرية صغيرة وأكل حواجز التاريخية تحطمت، يعني الصورة قادرة على أنها تكون علاقات بين الذوات من خلال القدرة متاعها في توصيل المعنى كما هو، وزيدها زادها أسهل برشا من دلالة الكلمات والمتابعة الخطية. التصوير تشوفها دفعة واحدة، أما النص تبقى تقرأ وتتبع بشوي بشوي لين توصل للنهاية للمعنى. هذا يعني أن الصورة هي أحسن أشكال التواصل وزيد أصدقها، خاطر اللي توريه هو يعني توريه لك هو الحقيقة، ما عنده ما تخبي وراه. هذاك وراء المرئي خذا بلاصة المقروء، ولينا نفضل أن نشوفه على أن نقرأ، وهذا اللي ساهم في إنشاء صورة كونية يفهمها العباد الكل من غير ما نتلزو أن نقرأ ونقرأ ونتعلم بعيوننا ونفهم ونفسر بمخاخنا، وهكذا تولي تتجاوز الحدود وتولي أداة تواصل مثالية. وبالطبيعة الصورة تظهر لنا من خلال الانترنت والإعلام والأفلام والشرائط الوثائقية وغيرها. الصورة اليوم ما عادش تؤدي في دورها الأصلي اللي هو التواصل، البعد النزيه متاعها تفقد فقدته اللي هو إبراز الحقيقة للناس، ولا عندها غاية براغماتية مادية، يعني الهدف متاعها هو أنها تحقق المنفعة ومصلحتها الخاصة. تحولت من أداة تورينا العالم إلى أداة تمنعنا من النظر إليه، كيف ما قال إبراي، يعني الصورة تحولت الأداة تسيطر علينا، تحكم علينا أن ننجر وراها، وساعات الصورة تخلينا نأخذ حاجات مش مستحقينها جملة، والصورة تغلط فينا وتورينا في الجانب اللي تحب توريه كاكاهو، والباقي حاجباته علينا. يعني الصورة ولت أداة تفرض هيمتها وتسيطر علينا وتسلبنا في حريتنا وتزيد من اغترابنا عن ذاتنا وعن عالمنا بالطبيعة. المقدس، المقدس هو ضامن للتماسك الاجتماعي، يعني الدين متاعنا هو أن يضمن ويحقق التواصل والترابط متاعنا. مثلا الاحتفالات الدينية اللي تصير سواء للمسلمين ولا الشرائع الأخرى، تعمق الشعور متاعنا بالانتماء للمجتمع متاعنا بالطبيعة والترابط ببعضنا. من هذا المنطلق نفهم أن الإنسان محتاج للدين والمعتقدات متاعه، خاطر هو إنسان فبني روحي، والدين يخلي الشعور يقوى ويخلي التواصل متماسك. والدين كيف اللغة أداة تواصل لفظي، والدين أداة تواصل مع الله بالعبادة. خلينا نبدو توب سلبيات الدين بالقولة اللي قالها العلامة ابن خلدون
إن أشد الحروب ضراوة تلك هي التي قامت على العقيدة، يعني إنه أصعب الحروب وأخطرها تصير على الدين، خاطر الدين عنده قدرة تأثيرية كبيرة على الناس، والدين اللي يخلي الحرب تقوم هو بيده اللي يخليها تأرقح وتطريف. للأسف اليوم في عالمنا العربي والعربي والإسلامي ولينا نعيش في مجتمعات للأسف ما نفرقوش فيها بين الإرهابي الصليبي وبين المسلم اللي يطيع ويعبد في ربي سبحانه. وصلنا لأسوأ حالة نجم يعيشها المجتمع هو أن نشكوا في ديننا، في الدين بتاعنا وكلام الله ورسوله الكريم ومعتقداتنا ومقدساتنا، وما عاد نفرق بين العمليات الإرهابية اللي يستعملها الغرب الصليبي لتشويه الإسلام وبين زاد اللي يجزر في العباد بحجة الدين. كما شفتوا أن الأنظمة الرمزية هي سلاح ذو حدين، يعني كما تنجم تنفعنا زادت تنجم تضرنا وتخلينا نوصلوا لأزمة التواصل وتعمق اللي هو بين الذوات. هذاك علاش لازمنا حل يخلينا ما نطيحوش في الشباك متاعها، والحل هو إيتيقية التواصل. الإيتيقية هي أن نستعمل الأنظمة هذه أما بإيتيقية، يعني الأخلاق، ونراقب أنفسنا ونحن نستعمل فيها باش ما نطيحوش في خدعة الأنظمة ونوحلو ثمتني ونهبطوا في الشراكة ونستعملوها بطبيعة في الاستعمال الصحيح.